عدم أخذ أي نوع من الأرباح أو الفوائد بالنسبة للبنوك الإسلامية والتقليدية أصبح مهم لإنجاح هذه العملية، كونهم شركاء في اللي هو هذا القرار، ويوجد لديهم الكثير من المخصصات أو الاحتياطيات اللي بإمكانهم اللي هو مرونة عدم أخذ اللي هو أرباح على التأجيل. احنا نتكلم تقريبا تكلفة التأجيل اللي يدفعها المستهلك أو الكوربوريت فاينانس، اثنينهم الشركات والأفراد، نتكلم عن تقريبا شهريا 42 مليون دينار بحريني. فهاي ال 42 مليون دينار بتروح في اللي هو خزانة البنوك شهريا، فاحنا نتكلم تقريبا عن 500 مليون تكلفة القروض ودخول المبالغ الأرباح والفوائد في خزائن البنوك كلها مجتمعة، ال 31 بنك ريتيل أعتقد الموجود في البحرين. نتكلم عن سنويا تقريبا 500 مليون دينار بحريني رايح تدخل في خزانة البنوك. أنا ما بتكلم عن كم بكلفهم، ولكن أنا أتكلم عن الـ الأرباح والفوائد اللي رايح يدفعها المستهلك أو الشركات. فإحنا نتكلم تقريبا عن 5 مليار في 10 سنوات، في 10 سنوات تقريبا 5 مليار البنوك رايح تجنيها من عملية اللي هو تأجيل القروض. إحنا ما نبي نروح يعني اللونج تيرم على قولتنا، بس لما نتكلم عن شهريا تقريبا ستدخل عملية تأجيل القروض حوالي 42 مليون دينار بحريني في اللي هو خزائن البنوك. أنا أتكلم عن الأرباح ولا أتكلم عن اللي هو البريزنت فاليو، البنكرية ممكن الإخوان يعرفون. فأنا أتكلم عن ديفيرت اللي هو بروفيت بقيمة 42 مليون، وهذا مكلف على الأفراد ولربما قطاع الشركات يحملون على موضوع كلفة التمويل أو الكوست فاينانس، اللي عادة الشركات في البحرين تسوي سكجولينج وإعادة هيكلة فيحملونه في المصاريف المتحركة خلينا نقول. بس بالنسبة للأفراد المبالغ كبيرة، وأعتقد يجب على البنوك إعادة اللي هو القرار في موضوع الأرباح أو موضوع اللي هو الأرباح المؤجلة أو الفوائد المؤجلة.